ثم أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات الأحبة في الله، هذه همسات محب لكم، همسات من محب إلى أحبابه في الله. هذا خطاب من القلب إلى القلوب المؤمنة الحية. أخي أختي في الله، قف وانتبه، هذا موسم عظيم من مواسم الخيرات، احذر أن يفوتك هذا الموسم. لقد أظلتنا أيام عشر مباركات فاضلات، في هذه الأيام القليلة ستظلنا أيام مباركات فاضلات، هي العشر من ذي الحجة الحرام، أيام تضاعف فيها الأعمال وتكسب فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات، وفيها تعتق الرقاب وتقال العثرات وتكفر السيئات. ولتدرك أخي أختي في الله عظيم فضل هذه الأيام العشر المباركة، اعلم أن الله عز وجل قد أقسم بهذه العشر في كتابه لشرفها ولمنزلتها، فقال تعالى: والفجر وليال عشر. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره: هي ليالي عشر ذي الحجة لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه. وأكد ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره فقال: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقال سبحانه وتعالى مشيرا ومنبها إلى أهمية وفضل وعظمة هذه الأيام المباركة، قال سبحانه: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. أورد الإمام ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة. ومما يدل على فضل هذه العشر أنها جملة الأربعين التي واعدها الله عز وجل لنبيه وكليمه موسى عليه السلام، حينما قال الله سبحانه: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر. وأما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد تواترت وتضافرت الأحاديث النبوية الدالة على فضل وعظمة هذه العشر من ذي الحجة، منها ما رواه الإمام البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، يعني لا يوجد مثيلا لهذه الأيام في الفضل والمكانة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيله؟ قال: ولا الجهاد في سبيله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فدل هذا الحديث على أن العمل، أي عمل صالح في هذه الأيام العشر، أحب إلى الله تعالى من العمل في أيام الدنيا كلها من غير استثناء شيء منها. وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا، الله أكبر، أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا، ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، يعني في هذه العشر الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، ما أعظمها والله من أيام. فيا باغي الخير،
يا باغي الخير فيها أقبل، تزود في هذه الأيام فلعلها لا تعود إليك أبدا، واعمل في هذه الأيام استزد فإن الأجر فيها مضاعف، الحسنات في هذه الأيام مضاعفة، وجد واجتهد لعلك تفوز فيها برضوان رب البريات جل جلاله. ولكبر شأن هذه الأيام وما ورد في فضلها في القرآن والسنة اختلف العلماء في المفاضلة بينها وبين العشر الأواخر من شهر رمضان، لما كثرت الآيات والأحاديث التي تنوه بفضل هذه الأيام العشر المباركة، بدأ العلماء يتساءلون في المفاضلة بين هذه العشر وبين العشر الأواخر من شهر رمضان. وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين أقوال العلماء جمعا حسنا، لما سئل عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل، سأله سائل أيهما أفضل، هل عشر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ فأجاب كما في الفتاوى الكبرى، قال: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. وقد بين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى علة هذا التفضيل لأيام العشر من ذي الحجة على غيرها من الأيام، فقال في الفتح: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. فكان السبب والحكمة في تفضيل هذه العشر لما اجتمعت في هذه العشر أمهات العبادات، اجتمعت فيها الصلاة مع الصيام حيث يستحب الصيام فيها، ثم الصدقة التي يندب لفعلها، ثم الحج الذي لا يقع إلا في هذه العشر، ولا يمكن أن تجمع وتجتمع هذه العبادات كلها إلا في هذه العشر المباركة. في هذه الأيام العشر أفضل أيام العام هو يوم عرفة ويوم النحر، وفي كل منهما فرص كبيرة لمغفرة الذنوب، فجاءت كل هذه المنح وهذا الكرم، كل هذه العطايا، كل هذه الفضائل في هذه العشر، لأن الله تعالى سبحانه هو الودود الكريم، يعطي عباده بلا حساب ويقدم الفرص تلو الفرص لعباده ليقبلوا عليه بقلوب سليمة نقية، ولكي يتفضل عليهم سبحانه بمحو ذنوبهم، وهو الذي يستر عليهم عيوبهم. فإياك إياك أخي أختي في الله، إياك أن تتأخر في هذه الأيام، تكون من الغافلين فيها، تكون من الذين لا يبالون بهذه الأيام العظيمة المعظمة عند الله سبحانه وتعالى. إياك أن تضيع هذه الفرصة العظيمة في أن تفوز بالحسنات، في أن تكفر عنك السيئات، في أن تكتب في هذه الأيام العشر ممن سيفوز بالجنات، ممن سيعتق من النار. حري بكل مسلم وكل مسلمة في هذه الأيام أن يقبل ويكثر من نوافل الطاعات، من صلاة وصيام وذكر وقراءة للقرآن وبذل للمعروف والصدقات وصلة للأرحام وغير ذلك من أنواع الطاعات والقربات، مع المحافظة على الفرائض وعلى الواجبات، وأن يجتهد في ذلك اجتهادا، وأن يري العبد أن يري الله تعالى من نفسه خيرا، كما كان دأب السلف الصالح الذين كانوا ينتظرون هذه الأيام ليضاعفوا فيها اجتهادهم وعباداتهم وطاعاتهم. اسمع إلى أحد هؤلاء السلف، فقد روى الإمام الدارمي في سننه
عن القاسم بن أيوب قال: كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وروي عنه أنه قال: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، كناية عن القراءة، قراءة القرآن، وعن قيام الليل. فبادر أخي أختي في الله، بادر، بادري إلى اغتنام الساعات والمحافظة على الأوقات، فإنها قد تكون فرصة عمرك. تب إلى الله من تضييع الأوقات، واعلم أن الحرص على العمل الصالح، الإنسان إذا كان يحرص يزيد في العمل الصالح في هذه الأيام المباركة، فذلك دليل على مسارعته إلى الخيرات، دليل على أنه من المتقين. اسمع إلى قوله سبحانه وتعالى، قال جل في علاه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم أعنا في هذه العشر، اللهم أعنا فيها على الطاعات والقربات، اللهم جنبنا فيها السيئات والمنكرات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.